مع حلول فصل الصيف يصبح الإقبال على الشواطئ المغربية بكثرة، وأيضا التنزه في الطبيعة رفقة العائلة والأصدقاء، حيث يصبح التعرض لأشعة الشمس أمرا بديهيا. كندير ليكرون ديالي اللي عطاه لي ديرماتولوج، وكنحاول ما امكن اني طول طون ندير كاسكيت ديالي ولا ان شابو اللي يكون يكوفري زعما لو ماكسيموم ديال الوجه ديالي، وصافي هادشي اللي كاين. وكنحاول ما امكن نتبع الظل فين ما نكون غادا، كنتبع الظل وصافي. باش نحميو راسنا في فصل الصيف خصنا بزاف ديال الحوايج نديروهم. اول حاجه هي بنادم اللي يمشي لابلاج يدير ليكرون اللي حتى الشمس تكون شويه قاصحه، وسيرتو ما بين 12 و 4 بنادم يجلس يحاول يجلس في الظل تحت الباراسول ويدير كاسكيطه وكذا. هادشي جو بونس باش يحافظ على الجلد ديالو والصحه ديالو. أغلب المواطنين يحاولون حماية أنفسهم من أشعة الشمس الحارقة والتي تفوق حرارتها أغلب الأوقات 30 درجة. أهل الاختصاص في الأمراض الجلدية ينصحون بعدد من التوجيهات التي تساهم بشكل كبير في الحفاظ على نضارة بشرتهم. الوقاية، أول وقاية وهو الواحد خصو يتباعد من الشمس من تكون مجهدة. على حسب لي ريجون، في غالب أحيان الشمس مجهدة كتكون من 12 حتى 3 4، الواحد يمشي من بعد 4 وكاين 4 حتى 8 ديال الليل، الواحد عنده الوقت باش يتشمس وباش يعوم. ثاني حاجة الواحد ما خصوش يبقى مجبد في الشمس ويقول لك لا مو جو دي كولور أنا صغير ماشي مشكل. عاوتاني ليفي دو ستوكاج، هذاك الشمس اللي خداها في السور غادي يخلصها مي غادي يكبر. نصائح عديدة من قبيل استعمال واقي الشمس الطبي وارتداء القبعات والملابس التي تتوفر على ميزة الحماية من أشعة الشمس خصوصا فوق البنفسجية.